عايزين نتكلم في البداية عن تجربتك في الاشتراك في هذا البرنامج. هي التجربة بصراحة كانت بتفتح عين المتخصصين عموما في مجال الصحة النفسية وأنا بشكل خاص على تجربة مختلفة. يعني أنا ومي مشتركين في جزء إن إحنا يعني عندنا خبرة جوه مصر وإحنا الاتنين درسنا في إنجلترا، فعندنا شوية الاحتكاك بالمجتمع بتاعنا وفي خبرة أو إكسبوجر أو تعرضنا لجزء خارج مصر. أمريكا كانت تجربة مختلفة لأن أمريكا فيها ثقافات أكتر، فيها diversity أو اختلاف أكتر في الثقافات، فكانت مختلفة. فكرة إن كل ولاية ليها نظام صحي مستقل بذاته دي كانت بالنسبة لي جديدة إن أنا أتعرف عليها، مختلفة عن تجربتي في مصر أو عن فترة الدراسة في إنجلترا. فكرة التضافر بين المجتمع المدني والولايات نفسها والحكومة الفيدرالية ده كان بالنسبة لي خبرة مفيدة جدا جدا، وأتمنى إن شاء الله إن إحنا نعرف نعمل حاجة زي كده إن شاء الله في مصر. يعني أكيد دكتورة، لو جينا قلنا فكرة تواجدك أنت ودكتورة مي مع بعض، أنتوا الاتنين مع بعض حضرتوا الدورة في نفس الوقت مع بعض، يعني إيه بقى صديق وحد من نفس البلد وحد من نفس الخلفية يعني في المعلومات والتقاليد، الاستفادة بتبقى أكبر لما بيبقى معاكي حد ولا لأ بالعكس لو كان كل واحد فيكم لوحده كان ممكن يعمل علاقات أكتر أو أقوى ويتعرف على يعني خبرات مختلفة؟ يعني كانت من مكاسب الزيارة، وكنت دايما يعني أنا بقول كلمة كده بعد التجربة إن هو كان رزق بصراحة لينا إن إحنا عرفنا بعض أنا ومي، إن إحنا ما كناش نعرف بعض قبل البرنامج، لكن فرصة البرنامج إحنا حتى في النقاشات كنا إحنا الاتنين كل حد في المناقشات إحنا الاتنين بنكمل الصورة لبعض، اللي هو أنا شايفة كذا مي شايفة كذا، طب مي عندها في الجامعة الأمريكية في صورة، أنا عندي في جامعة المنصورة في صورة مختلفة، طب بنكمل الاثنين في تشابهات في اختلافات. كمان في افكار كتير جات لي انا ومي ان احنا الاثنين نكمل مع بعض ان شاء الله في تعاون مع بعض، شغل سواء بقى شغل هنعمله مع بعض على مستوى الريسيرش او الابحاث او شغل كمان على ارض الواقع هنعمله في التدخلات النفسيه. بالعكس كان مكسب وكانت اضافه، وان شاء الله دي تبقى بدايه ان انا ومي نعمل شراكات كتير جدا في التخصص باذن الله. عظيم. دكتوره نشوى، عايز اعرف من حضرتك حاجه مهمه جدا. احنا شاركنا في هذا البرنامج، مصر هتستفيد ولا هتفيد ولا الاثنين مع بعض؟ زي ما حضرتك قلت يا استاذ محمد، هو الاثنين مع بعض، لان انا سمعت مي وهي بتتكلم ان في حاجات كتير متشابهه بيننا وبينهم، احنا مش مختلفين. احنا كمان عندنا في الوقت الحالي جيل من الشباب في مجال الصحه النفسيه، احنا بنملك مهارات وبنملك تقنيات علاجيه حقيقي على اعلى مستوى. يعني احنا واحنا هناك كنا حاسين لا احنا مش بعاد خالص، يعني لو في حاجات حتى احنا مع اختلاف محتاجين الثقافات. حتى مع اختلاف الثقافات، ودي كانت زي ما مي قالت احنا كنا طول الوقت في المناقشات بنأكد على الجزء ده، في اختلاف في الثقافات، لو هنطبق ده انتوا بتعملوا ده ازاي عندكم، لان زي ما قلت في الاول هم المجتمع هناك في كمية تنوع ثقافي كبير جدا. احنا كمان كنا بنسأل بتعملوا ده ازاي، احنا كمان عندنا لما بنيجي نشتغل الثقافات مش واحدة، يعني انا لما باجي اتعامل مع حد من القاهرة او من الدلتا غير لما بتعامل مع حد من الصعيد، في جزء ثقافي لازم بنعمله. فمصر هتستفيد في زي ما مي قالت احنا مش بعاد عن اللي هم فيه خالص، احنا في حتت متشابهه جدا جدا ينفع نتعامل فيها، احنا عندنا مهارات متدربين عليها كتير اللي ممكن نستفيد منه، الحتت اللي هم ممكن يكونوا سابقين فيها بخطوه تضافر المجتمع المدني والمنظمات الحاجات اللي هي الان جي اوز والقطاع الخاص، دول عاملينها ازاي عاملين التضافر ده، احنا محتاجين نستفيد من ده. لكن لو هنتكلم عن تقنيات علاجيه او على تدريب، لا انا شايفه المعالجين في مصر الحمد لله في اخر 10 سنين في جيل من الشباب المعالجين بيملك مهارات علاجيه يعني شديده التخصص، فالحمد لله احنا مش بعيد قوي يعني.